ستلانا 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 ستلانا. الزمالك بينسحب من امام الاهلي في الدوري بسبب ستلانا 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 ستلانا. ومرتضى منصور بيعلن ان الاهلي خد بطولة افريقيا بسبب السحر والشعوذة. وستلانا ستلانا ستلانا ستلانا. مرتضى منصور مش انتوا مش عايزيني رئيس للنادي؟ طب المجلس عيني رئيس للتعاقدات ورئيس لكل حاجة دون الرجوع للمجلس بسبب ستلانا 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 ستلانا. مرتضى منصور بيعلنها قوية، السوشيال ميديا الأهلوية أبضى من ممدوع عباس بسبب ستلانا 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 ستلانا. ومحمد رجب بيعلن بكل قوة، أنت إزاي يا خطيب بتوقع الزمالك؟ أنت كنت لعيب كبير؟ آه كانت الكورة في رجليك حلوة ماشي، لكن مقضيها شكاوي في رئيس النادي. انت مش عارف يا خطيب ان انت كده بتوقع الزمالك، وكل ده بسبب ستلانا 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 ستلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. وستلانا وكالعادة لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة حلقتنا قوية، حلقة مختلفة وحلقة استثنائية. هنرد على مرتضى منصور وتصريحاته في المؤتمر الغريب، وهنرد على هزاز الرؤوس وقناة الزمالك كوميدي. بس في البداية حابب اطلب من اخواتي الغاليين ادعم اخوكم باللايك الستلانة، واللي لسه ما اشتركش في القناة خليك كده شاب ستلانة واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا ابو الصحاب، مرتضى منصور اللي يعني المعزول ملوش معنى تاني، المعزول مرتضى منصور اللي قال ان انا مشيت انا وولادي ومش هخش النادي ده تاني غير لما رد كرامتي ورد اعتباري واشيل كلمة المعزول. ماشي كلام جميل يا عم مرتضى، ايه الجديد بقى اللي يخليك تخش تعمل مؤتمر صحفي من جوه نادي الزمالك اللي انت مشيت منه، وان انت بتقول لا انت ولا ولادك داخلينه غير لما تشيل كلمة المعزول؟ هو انت شلت كلمة المعزول؟ يعني سؤال بسيط كده، يعني شلت كلمة المعزول؟ ابدا والله. بس اللي اصطف الحشيش ده المرة دي عالي يا معالي المستشار، ما اصل انت المؤتمر المرة دي يعني هبت منك على الاخر. يعني اللي اصطف ده الحتة عاملة كام يعني؟ يعني ده انت النوع ده بول ابل؟ يعني النوعية دي فاخرة من الاخر بتاخدوها على الريق؟ يعني ما كنتش واكل قبل ما تشد ولا ايه؟ في ايه يا معلم مستشار؟ ده الموضوع وسع منك قوي. يعني نخلص من موضوع عطر الطاهر، نخش ان محمد عبد المنعم مش هو اللي جاب جون الاهلي؟ او ربنا، مرتضى بيه منصور بيقول ان يا اهلاويه محترمين يا اهلاويه محترمين مش محمد عبد المنعم اللي جاب الجون، امال مين يا معلم مستشار؟ وضح. يكونش الواد كهربا وكان متنكر؟ الواد كهربا عليه حاجات برضو كده ولا رامز جلاء؟ يكونش كهربا وانت يعني جاب التايه؟ لا يا اخوي، ده الجن والشعوذه والسحر. ايوه جامايكا العفاريت هم اللي بيجيبوا جوان الاهلي يا زملكاويه. الجن اللي سيد عبد الحفيظ راح له في الدور ال 12 ركب الاسانسير. طيب يا معلم مستشار، يعني سيد عبد الحفيظ انتوا عارفين انت والاستاذ محمد رجب يعني لعنه الله عليه ان هو راح للدور ال 12 وقابل واحد اسمه مش عارف ايه واتفق معاه ان محمد عبد المنعم يحط جون في الوداد في النهائي في كازابلانكا ومحدش يشوفه؟ الله، ده ولا الجن عفريت. وان انت مش هتقبل اي بطولة للزمالك بالسحر والشعوذة. بس احنا كزملكاوية بنقول لك نبوس ايدك لو في بطولة بالسحر والشعوذة، مفيش مشكلة. ده احنا من 2002 يا راجل، يعني انتوا عارفين الشيخ وعارفين مكانه وقاعد في الدور ال 12 وشايفين سيد عبد الحفيظ وهو طالع له، انت والاستاذ محمد رجب وبتحرمونا من البطولة؟ ليه كده يا معلم مستشار؟ ليه كده يا راجل؟
يا راجل، ده احنا حالنا اصعب على الكافر. قلناها لك، ماشيين بالدواء وماشيين بالعلاج، وعندنا الضغط والسكر والمراره، ونفسي اشوف الزمالك بطل افريقيا قبل ما اموت، وانت تقول لي احنا ما بنقبلش غير بالسحر والشعوذه والكلام الفاضغ اللي سيد عبد الحفيظ بيعمله ده. بس هو السؤال، يكونش الواد زهير المترجي هو اللي حط الجون؟ هو على راي سيد عبد الحفيظ لما قال للواد مشجع الزمالك اياه، ده مش مصطفى شبير، ده المترجي. احنا من هنا بنقول برضك لمعالي المستشار، ده مش عبد المنعم، ده المترجي هو اللي جاب الجون. ما علينا، هي جت يعني على التصريح بتاع السحر والشعوذه يا عم افندينا. ما احنا من يوم ما عرفناه وهو بيقول السحر والشعوذه والاعمال والخطيب ورجع رجع الساعات، هو قالها التاني. اه والله، اما ترجع الساعات بقى يا بيبو، يا بيبو حرام عليك، من 2014 بنقول لك رجع الساعات. الراجل لسانه نشف، لسانه نشف، رجع له الساعات يا عم. هو في عمل على الساعات ده معالي المستشار؟ يعني الاستاذ تركي الشيخ او معالي الوزير تركي الشيخ سكت عن الساعات؟ احنا مالنا يعني الساعات دي هي مشكلتنا في الساعات؟ يعني لو الخطيب رجع الساعات الزمالك هيفوق كده ويرجع لسابق عهده وعصره، مدرسة الفن والهندسة؟ يعني لو الخطيب رجع الساعات الزمالك هيطلع على منصات التتويج وهنرفع البطولات والكاس؟ يعني لو الخطيب رجع الساعات هنروح كاس العالم للأندية وهنبقى بنمثل مصر ولا ايه؟ ايه حكاية الساعات؟ شغلك في ايه الساعة؟ تكونش عايز ساعة؟ ما تقول لنا لو الموضوع انك عايز ساعة نلم من بعضنا ونجيب لك ساعة وترحمنا من شوية الهتلة اللي بقالنا سنين بنسمعها منك. رجع الساعات، رجع الساعات، وساعات ساعات بحب اللي واعشق اللي معايا. انت عبد منعم جون، محدش شافه، احنا شفناه واتصدمنا احنا الزملكاوية. اتقل، ما علينا من موضوع الساعات، يعني هتيجي على الساعات يا عم افندينا. بصوا بقى، الاهلي ولاعيبته المستفزه عمالين يغنوا ساتالانا 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 ساتالانا، والواد يعني طاهر محمد طاهر ماشي طول الملعب يقول ساتالانا ساتالانا ساتالانا. ناس بتحتفل يا معلم مستشار، احنا مالنا؟ ناس واخده بطوله افريقيا، يعني ايه المشكله؟ لا، ما يقولوش يا بيه سطلانة. يعني ايه سطلانة اصلا؟ تعرف يعني ايه سطلانة؟ او ربنا ما عرف يا معالي المستشار، انت سيادتك تعرف اهو. يبقى قولوها ازاي؟ انا اديك اوامري لكل لعيبة الزمالك، اي لاعب من الزمالك يسمع لعيب من الاهلي بيقول سطلانة ينسحب على طول، نطلع بره الملعب، مش هنكمل احنا في وجود سطلانة. يعني ايه سطلانة؟ لا، كله الا سطلانة دي، ايه سطلانة دي؟ انا حابب اقول لك على حاجة يا معالي المستشار. بص، هو الواد طاهر محمد طاهر يعني جمهور الاهلي شايف انه مش لعيب، وشايف انه هو مش مؤثر في الفرقه، بس شايفينه انه بيعرف يحتفل صح، فهم جايبينه عشان لما الاهلي ياخد البطوله اللي هو معود جماهيره عليها يطلع يقول ساتالانا ساتالانا ساتالانا، فاحنا نتضايق، فسيادتك تطلع تتنطط فتقول الكلمتين اللي سيادتك قلتهم فهم يحفلوا علينا اكتر. فاحنا بنقول لك غني زيهم وقول ساتالانا ساتالانا ساتالانا، ايه المشكله؟ مفيش مشكلة خالص، ولد بعيد سطلانة. ادي موضوع سطلانة يا معلم المستشار، الموضوع سهل وبسيط اهو. انا جايب لك الحلقة كوميدية عشان انا لو اتكلمت في الموضوع جد يا معلم المستشار هطق منك اموت، يعني خليها كده تعدي. زق معايا الحلقة، زق معايا الحلقة، ان شاء الله حتى تزق انت معايا الحلقة باللايك او حتى بالاشتراك، زق الحلقة. ما علينا، ادي حكاية سطلانة. فكون ان انت سيادتك تنسحب من يعني مقابلة النادي الاهلي في الدوري عشان سطلانة، ده فضيحة اكبر من فضيحة انسحابك في السوبر عشان خاطر كهربا. يبقى عندنا كهربا وسطلانة؟ ده ايه النادي اللي كله انسحابات ده؟ ما علينا. اما بقى بالنسبه للاستاذ محمد رجب اللي مفيش منه اتنين، برميل المفهوميه، الراجل اللي شايف ان مرتضى منصور هو اللي عمل النادي وبنى النادي. ايوه، النادي ده مش نادي الزمالك، ده نادي مرتضى منصور. بأمارة ايه يا اخويا محمد بيه؟ يعني بأمارة ايه؟ ادينا كده اماره واحده كده للي انت بتقوله. النادي ده من 1911 كان لسه معالي المستشار مجرد فكرة،
يعني ما جاش للدنيا. هو اللي عمل النادي في ايه؟ عمل اتنين كنيف واتنين حمام سباحة وبلاي ستيشن، بقى هو اللي عامل النادي يا راجل يا راجل. ده هو نفسه طلع يقول لك ايوه انا عملت بلاي ستيشن، وجايبه بلاي ستيشن 4 مش 3 ولا بتاع باتيستوتا والكلام ده، لا لا احنا نادي كبير احنا جايبينه اللي هو الفور. فانت شايف يا محمد رجب ان مرتضى منصور هو اللي عمل النادي وهو النادي، والمفروض نغير اسم النادي ليه؟ ليه؟ التطبيل اسلوب حياه، ما قلناش حاجه، لكن طبل على مهلك، طبل بالراحه عشان صوابعك. اقول لك سيب التطبيل شويه وامسك السجاد، واحنا نشغل لك اغنيه ساتلانا 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 ساتلانا. اما بقى يا استاذ محمد يا رجب، انا عايز ارد عليك على حاجه قلناها في المقدمه، ان الكابتن محمود الخطيب كان لعيب كبير، ده غصب عنك وعني وعن اي حد. الكابتن محمود الخطيب كان واحد من اساطير الكره المصريه، ماشي، انما كون ان حضرتك بتلوم على الخطيب انه بيشتكي في رئيس النادي اللي هو مرتضى منصور بسبب ان مرتضى منصور بيسبه وبيخوض في شرفه وفي عرضه وبتلوم عليه وبتقول له ان الشكاوي دي هتوقع نادي الزمالك، هو ما ينفعش ان سيادتك تقول لمرتضى منصور ممكن نحترم لساننا ونحترم ذاتنا ونحترم نفسنا ونحترم تاريخنا ونحترم نادينا ونحترم جمهورنا وما نسبش في رئيس النادي الاهلي، عشان رئيس النادي الاهلي لما بيشتكي عشان ياخد حقه بالقانون. فانا ما ينفعش يا استاذ محمد يا رجب يا صحفي في اخبار الحوادث ان انا الوم على واحد بياخد حقه بالقانون واقول له عيب. ولد خطيب ما ينفعش تشتكي، ولد انت تسمع شتمتك وتهزيئك وتسكت خالص خالص، ولد خطيب عيب، لازم كده تبقى متعاون مع مرتضى منصور، كل ما يشتمك تسكت، ما تحاولش ان انت تاخد حقك حتى بالقانون، يعني لا تطلع ترد عليه ولا تغلط فيه ولا تخلي السيد عبد الحفيظ يحفل عليه ولا قناة الاهلي تشتغل عليه ولا حتى كمان تشتكيه. ياخد الشكوى لغير الله مثل، اوعى تشتكي يا خطيب. ده راي الاستاذ محمد رجب، بس احنا بنقول لك هنا يا استاذ الرجابولا خد صاحبك عني يا ابو رجب، الخطيب شخص محترم فبياخد حقه بالقانون لانه راجل محترم، والدوله دي دوله قانون، يعني طالما احنا عايشين في مصر اللي هي دوله قانون يبقى من حق الراجل ياخد حقه بالقانون، وطالما خد حقه بالقانون وحبس رئيس النادي يبقى رئيس النادي المعزول هو اللي كان على خطأ مش الكابتن محمود خطيب إلا على خطأ. يا رب تكون رسالتنا وصلت يا ابو رجب، ويا رب تقول للهزاز الرؤوس اهدوا شوية، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن سيادتكم، واللي لسه ما عملش اللايك يلا واحدة ستلانة واحدة لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة برضك ستلانة واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.